حقي منك لله ومغرق المكتب ومغرق اعمل لك ايه؟ اعمل ولا العشر ورقات اللي انت حرقتهم دول عليك يعني دول هيتخصموا منك زائد هيتخصم منك اسبوعين كمان. ايه الظلم ده يا عم؟ ايه الظلم ده يا عم بقى؟ ده المكوى دول اللي حرقتهم مش انا يا عم. بقول لك ايه؟ انا مش عايز صوت عالي، انا كفايه اللي انا فيه، كفايه العكننه اللي انا فيها. ايه يا دولة مالك؟ مالك يا عم احكي لي؟ انت شكلك كده وانا دولة شايد جاي من البيت شايد زي الورق اللي انا لسه حرقه دلوقتي. الورق اللي اتخصم منك وبص مخصوم منك شهر كمان. يا دولة بقى يا عم، ما احنا ياما بيتخصم مننا. احكي لي بقى يا دولة مالك بقى، انت دايما تفضفض لي يا عم. سناء اختي يا سيدي جالها عريس على النت. طب وليه ما جالهاش على البيت؟ خليني اتكلم معاك. ايه اللي بيخلينا اتكلم معاك؟ نجلاء يا سيدي خدت البيانات بتاعت سناء وحطتها على الكمبيوتر وبعتتها على موقع بتاع جواز، الموقع بتاع الجواز رد على الموقع بتاع نجلاء، والموقع ده حدد عريس معين عشان سناء تتجوزه من خلال الكمبيوتر. تخيل تخيل. دولا طب يعني انت دلوقتي يعني زعلان من سناء ولا من نجلاء ولا من الكمبيوتر ولا من العريس ولا مني؟ لا يا رمزي، انا زعلان من نفسي ان انا قاعد بتكلم مع واحد زيك. ايه ده ريحة شياط؟ ايه الريحة دي؟ نسيت المكوى يا دولا، نسيت المكوى على الواقع، نسيت المكوى على الواقع. يا جماعة الموضوع دخل في الجد، دبروني هعمل ايه مع عادل؟ اخوكي برضو يا سناء ويامه مصلحتك يا حبيبتي. وما تنسوش برضو ان احنا كلمنا العريس وخد العنوان وهيجي بكرة. لا بس احنا بقى غلطانين وتسرعنا جدا ان احنا ندي الراجل ده معاد قبل ما نقول لعادل. معلش يا مامي اللي حصل حصل، لما يجي عادل هنقنعه بالذوق والسياسة. اوكي احنا يا جماعة لا تسرعنا ولا حملنا حاجة غلط. ايوه ايوه انتوا مش عارفين يعني ايه بالنسبة لي عريس. حقك ايه؟ ايه اللي حصل يا ياسمين؟ مش عارفه العب جيمز على اللابتوب بالساعتين بتوعي. ليه انت مش عارفه مواعيدك من الساعه كام للساعه كام؟ لا عارفه بس هم طول اليوم مشغلين موقع الجواز. بنت عيب كده، احترمي نفسك. العيب مش على البنت، العيب على الكبار اللي بيعملوا كده قدامها. مش بعيد خالص ان انا الاقيها بعت بياناتها هي كمان لموقع الجواز. انا مش عارفه يا عادل، مش عارفه انت ليه فجاه كده بقيت في منتهى الحساسيه يعني. وبعدين ده في الاول والاخر اسمه عريس. الجواز يا هانم ليه اصوله مش مواقعه ايميلاته. طب انا ذنبي ايه؟ ذنبي ايه انك لغايه دلوقتي مش حاسس ان احنا في عصر السرعه والفضاء والانترنت؟ قصدك يعني ان انا متخلف عن العصر يعني ولا ايه؟ لا يا بيبي لا يا حبيبي سناء، مش قصدها كده خالص، انت فهمت غلط. انت اخوها والبركه فيك، وان شاء الله بقى عايزينك معانا بكره والعريس جاي. لا 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 لا، انتوا كمان حددتوا ميعاد مع العريس وانا قاعد في البيت هنا ايه؟ كيس جوافه؟ لا يا حبيبي انت عندنا احسن من فواكه الدنيا كلها. وبعدين يعني اللي مطلوب منك انك تقعد معاه وتسمعه وتشوفه بيتكلم ازاي عشان تقدر تحكم عليه. انا خلاص حكمت عليه، ده عريس فاشل وانا مش موافق عليه. ليه بس يا ابي؟ مش يمكن يطلع ابن حلال؟ يطلع ابن حلال منين؟ عن طريق النت جايله يبقى ابن حلال؟ امال لو ابن حرام يبقى شكله ايه؟ بصوا الجوازه دي انا مش موافق عليها، والعريس ده ما يخشش البيت ده هنا. وبعدين بقى في العريس بتاع النت ده ايه اللي اخره؟ اكيد بقى المواقع زحمه ولا حاجه. طول بالك يا عادل، الغايب حجته معاه. وبعدين هو قال انه جاي على العشاء. انا اللي قلقني بقى موضوع العشاء ده، شكله كده يا ماما داخل على طمع. اهو جه، اكيد هو اللي بيضرب الجرس. العريس جه، العريس جه، افتح له افتح له افتح له. اهبطي اهبطي اهبطي، مش عايزين الدلقه السودا اللي انت هتتلاقيها على العريس ده. انا هروح افتح له وانا عايزك بقى تعملي ايه؟ هتطلعي له ماشي بعد شويه يعني، مش اول ما يجي تقوم طالع على طول، ولازم الكلام يبقى حساب ودايما مناخيرك لفوق ومفيش دلقه وبتتكلمي بالراحه وكده يعني. ها انت هتفضل تنصح فيا وتقولي نشط 24 ساعه لغايه ما يزهق ويطفش من على الباب؟ اتكل على الله، يلا خش جوه. انا ايه اللي خلاني وافقت على العريس المهبب ده؟ معلش معلش معلش، وبلاش رد صدق اللي انت عاملاها لي دي. مساء الخير. اهلا وسهلا بحضرتك، قصدك يعني منزل اخت الاستاذ عادل؟ بالظبط. اتفضل. شكرا. يا استاذ كده متجه للمطبخ من هنا. اتفضل. انا اسف جدا، انا اسف جدا. اتفضل. يعني مش عارف انا اشكر حضرتك ازاي. اتفضل يا استاذ. اتفضل. انا اسف جدا. اتفضل. شكرا شكرا.
ولا يهمك ولا يهمك. القلة وقعت؟ القلة. ايوه اتفضل حضرتك. اهلا وسهلا منور. اعرفك بنفسي، انا زكي الشواف دوت كوم. اهلا وسهلا يا استاذ زكي. اهلا وسهلا حضرتك منور يعني. الله يخليك. مرحبا يا استاذ زكي. الله يحبيكي. اه كفايه القله اللي اتكسرت يعني. استاذ عادل، هي العروسه موجوده معانا هنا؟ لا حضرتك، دي مامه العروسه ومامتي في نفس الوقت يعني. اهلا اهلا يا حماتي. استاذ عادل، ممكن تاخد الكرتونه دي؟ يعني فيها حاجه كده على قد بورسو. حضرتك جايب لنا ايه يعني؟ كرتونه بيض؟ لا لا، ده الكيبورد، لوحة مفاتيح يعني. يا سلام، جايب هدية في أول زيارة لوحة مفاتيح. يعني في الشبكة هتجيب لها إيه بقى؟ هتجيب لها ماوس؟ حاسب حاسب. مساء الخير. مساء النور. وعود عود يا سناء، عود. أهلا 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 يا شيش. عود 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 حضرتك. اهلا يا استاذ سناء. اهلا بيك، منور بيتي يا استاذ شواف. اهلا وسهلا حضرتك. بقى افهم يعني حضرتك بتشتغل ايه ان شاء الله يا استاذ شواف؟ والله يا استاذ عادل، مشكله البطاله في البلد دي بقت شيء فظيع فظيع فظيع. يعني افهم من كده ان حضرتك بتشتغل قطاع خاص يعني؟ لا يا استاذ عادل، انت عارف ان القطاع الخاص محتاج ياس مال كبير كبير كبير. ياس مال وكبير. يعني حضرتك لا قطاع عام ولا قطاع خاص، امال ايه يعني؟ قطاع الانتاج. يا على دمك السكر يا استاذ عادل. لا بصراحه يعني تقدر تقول ان انا ببني نفسي بنفسي. بتبني نفسك بنفسك؟ انا لغايه دلوقتي مش فاهم يعني حضرتك بتشتغل ايه. بصراحه يا استاذ عادل وبكل صراحه، انا خالي شغل. خالك شغل؟ وعمي عاطل. حضرتك بعيدا عن خفة الظل اللي واضح انك بتتسم بيها يعني، وتقول حاجات وتضحك عليها لوحدك يعني، انا يعني مصدر دخلك ايه يا استاذ؟ ماما. قصدي يعني المعاش بتاع ماما احنا عايشين عليه، وربك ما بينساش حد من غير عشاء. وقصده يعني ان ربك يعني ان شاء الله هيسهله ويلاقي شغل ان شاء الله وهتتعدل. بقول لك ايه، انت هتدافع عنه من اولها. طب يا استاذ حضرتك عندك شقه ولا ايه ظروفك؟ الشقه حلوه وجميله بصراحه يعني. شقه تيض ضيوح. حضرتك اقعد بس، اقعد والنبي عشان ما تخبط لناش الشقه. حضرتك انت بتبص على الشقه بتاعتنا؟ لا انا بكلمك انت نفسك، عندك شقه؟ بصراحه يا استاذ عادل وبكل صراحه، مشكله السكن بقت حاجه قميئه 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 يعني. انا وماما قاعدين في اوضه واحده وبالايجار كمان. يا عيني يا اخويا. امال انت حضرتك يعني ناوي تتجوز فين ان شاء الله؟ انا شايف ان الشقه جميله صراحه كده. الشقه دي يد يوح. اقعد اقعد اقعد، يعني حضرتك طمعان انك انت تسكن معانا في الشقه هنا؟ دي حاجه جميله قوي. اتفضلي يا ستي اتفضلي. عموما انا مش عارف اقول لك ايه يا استاذ زكي، بس كل اللي اقدر اقوله لك فرصه سعيده جدا، واتفضل حضرتك. يا استاذ عادل، طب دلوقتي انا يعني عايز اعرف استاذ عادل ده ماشي تبع يعني هكون نزلت في البلكونه. تعالى يا استاذ. اتفضل يا استاذ. اي طب يعني انا هاخد يدي امتى؟ لا حضرتك هتاخد الكيبورد اللي انت جبته. جايب كيبورد؟ ده استعمال طبيب، ما مشيش كتير. اتفضل حضرتك. شكرا. شكرين قوي. طب يعني مش هتديني يدي دلوقتي؟ لا يدي هفكر وبعدين يرد عليك. ماشي يا استاذ. اتفضل يا سيدي. ماشي. انا منشيل ذوقك معايا. اتفضل منشيل ذوقك معايا. منزلنا يا استاذ. ده ايه ده؟ مش وقع على السلم؟ ده اكيد حد ضربه بخنجر ولا حاجه. الحمد لله خلصنا منه. انا شايفه انك كنت قاسي عليه وجرحت احساسه. احساسي يا ام احساس؟ هو ده عريس؟ ده واحد لا عنده شقه ولا عنده شبكه ولا عنده فلوس ولا عنده وظيفه؟ ارضلك ازاي بحاجه زي كده يا ماما؟ بصي من الاخر، وزي ما بقول لكم اهو، الجوازه دي لا يمكن تتم ابدا يا سناء. بقى كده يا عادل؟ طيب انا هتصيف معاك.